يسرى احمد داوود وريهام عبد الغفور يشاركون في تشييع جنازه والد الطرع مات. يسرى وداوود واحمد حاتم يؤازرون طرع في وفاه والدتها. طرع تعلن وفاه والدتها ان لفراق اخلا محزون وعاد الامام في الجنازه. مساكم بالخير عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100000 الف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناه كوره شراب وتكتب في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناه. أول ظهور للفنانة يسرى وريهام عبد الغفور النجوم يواسون طار في جنازة والدتها من أصول ربية أبرز المعلومات عن والدة طار عماد بعد وفاتها السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس شاهد عادل إمام في جنازة والدة طار إنها ليست مصرية 100% حيث أن نصفها مصر والنصف الآخر من مونتريجرو المعروفة في مصر باسم الجبل الأسود متابعة أن والدتها من مونتريجرو وهي بلدة صغيرة في منطقة البلقان وأكدت أن زارتها أول مرة وهي في الرابعة من عمرها مشيرة إلى أنها انبهرت بالجبال والخضرة هناك ومن وقتها تعودت على زيارتها برفقة والدتها مرتين كل عام يشار لان اخر اعمال الفنانه طرعماد مسلسل العوده بطوله شريف سلامه طرعماد عماد محمد رضوان ووليد فواز وحمزه العيل وعصام السقه ونامر نبيل وبسنت شاوي ولاء الشريف ومحمد علي رزق ومحمد عبد العظيم وهاجر الشرنوبي وعايده فهمي وزور قصر الفنانين سعيد صادق لبنى وانس واشرف زكي مصطفى حشيش وصفاء الطوخي ومن تاليف امين جمال واخراج احمد حسن وانتاج شركه ارما للمنتج تامر مرتضى يسرى احمد داوود وريهام عبد الغفور وشريكان في جنازه والده حرس الفنانون يوسف احمد بدر ورهام عبد الغفور واحمد حاتم سلمى ابو ضيف على حضور جنازه والده الفنانه طارق عماد بمسجد الشرطه في شيخ زايد من اجل مسانده صديقتهم وتقديم الدعم لها في هذه اللحظات الصعبه وتوفت والده الفنانه طارق عماد امس حيث اعلنت الفنانه عن وفاه والدتها عبر خاصيه الاستوري بموقع انستغرام وقالت ان العين لا تتبع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا والدتي لمحزنون يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي انتقلت الى رحمه الله تعالى والدتي الحبيبه اللهم اغفر لها وارحمها ثبتها عند السؤال ونقا من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ونستعرض خلال السطور التاليه ابرز المعلومات عن والده الفنانه طرعماد التي تعود صلاه الى مدينه مونتريغرو وهي احد دول البلقان الاوروبيه حيث كشفت طرعماد في لقاء سابق ببرنامج معكم منى الشاذلي مع الاعلاميه منى الشاذلي تفاصيل والدتها يسرى وداود واحمد حاتم يؤازران طرعماد في وفاه والدتها حرص الفنانون يسرى واحمد عادل وريام عبد الغفور واحمد حاتم وسلمى ابو ضيف على حضور جنازه والده الفنانه طارق عماد بمسجد الشرطه في الشيخ زايد من اجل مسانده صديقتها وتقديم الدعم لها في هذه اللحظات الصعبه وكانت اعلنت الفنانه طارق عماد وفاه والدتها ورحلها من دنيانا امس السبت مشيرة إلى أن جنازتها سيكون اليوم الأحد من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، وكتبت طرع مدعى عبر حسابها الرسمي على إنستغرام إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك لمحزنون، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ترعى مد تعلن فتوى لداتها إن لفراقك لمحزنون وعاد الإمام في الجنازة. أعلنت الفنانة تارا مد وفات ولدتها دون كشف تفاصيل أو سبب وفاتها ونشرت تارا مد عبر حسابها الرسمي عبر إنستجرام منشور تكشف فيه الخبر وقالت إن العائلة لا تتبع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك لا محزنون. وأصر الفنان عادل إمام على حضور جنازة والدة الفنانة طرعماد وذلك نظرا للعديد من الأعمال التي جمعت الفنانة الشابة بالنجم والزعيم الكوميديان الأسطورة عادل إمام. عادل إمام دايما حريص على التواجد في أي عزاء خاص بالفنانين على الرغم من كبر سنه ومرضه في الفترة الأخيرة. يسرى ورهام عبد الغفور وأحمد حاتم من بينهما النجوم وسون طرعماد في جنازة والدتها. شيعت عقب صلاة الظهر اليوم جنازة والدة الفنانة طرعمد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من النجوم على حضور الجنازة والوقوف إلى جانب طرعمد ومؤاساتها، ومنهم الفنان يسرا ورهام عبد الغفور أحمد حاتم وأحمد داوود وعلا رشدي وسلمى أبو ضيف بسانت شوقي وندى موسى وباسل الزوار وأمين المصري وغيرهم من النجوم. ونشر اي العرب فيديو للحظة وصول النجوم لمسجد الشرطة للمشاركة في جنازة والدة طرعماد وكانت طرعماد أعلنت أمس وفاة ولدتها وكتبت عبر حسابها الرسمي على انستجرام إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك لمحزنون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقاها من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس من اصول ربية ابرز المعلومات عن والدة طار عماد بعد وفاتها أعلنت الفنانة طارع عماد منذ قليل وفاة ولدتها خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي على انستجرام واعتدت الفنانة طارع عماد نشر صور تجمع مع والدتها والتي اندهش منها الجميع لشدة الشبه بينهم ولجمالهم الشديد والغير متوقع وتعود هوية والدة الفنانة طار عماد لدولة مونتريجرو وهي أحد البلقان الأوروبية وعشت معها طارع سنوات طويلة في طفولتها وتعلمت منها لغة مونتريجرو تجمع مع علاقة قوية مع ولدتها وتعتبر أقرب صديقة لها وكانت تنصحها دائما لا تتخيل خلّى عن حلمها (التمثيل) وعلمتها الكثير من المهارات في الحياة والان اعزائي المشاهدين اعتقد اننا وصلنا نهاية الحلقه ولكن قبل ان ننهي حديثي ساطرح عليكم سؤال واتمنى منكم المشاركه باراكم في التعليقات لا تنسوا الدعاء بالرحمه والمغفره لوالده الفنانه طار عماد ولا تنسوا ان تشاركوا باراكم في التعليقات وتدعوا لها بالرحمه والمغفره ولا تنسوا ان تضغطوا لايك في الفيديو من اجل دعمنا وفي النهايه اتمنى منكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي كل جديد اول باول وقبل ما ننهي الفيديو كالعاده ما تنسوش الصلاه على النبي